هذه الذنوب والمعاصي التي يعني نقول إنها سبب، لا يعني أنها أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء مذنب أو عاصي، كلا. الله سبحانه وتعالى قريب ممن دعاه، سواء كان الإنسان مذنبا أم عاصيا أم كافرا. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة المشركين، قال الله سبحانه وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاءهم لأنهم دعوه مخلصين، لأنهم دعوه مضطرين، مع أنه في علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيرجعون إلى البر ثم يشركون، وهم مشركون أصلا من قبل ركوب هذه السفينة، فهم مشركون، ولكن لما دعوا الله بإخلاص يعني هم كفار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهذا قيل في حق كفار مكة: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاءهم ويجيب دعاءهم إذا دعا مخلصا لله سبحانه وتعالى، يعني يدعو الله جل جلاله خالص، خالص الدعاء لله، يعني لا يدعو معه أحدا، دعا الله سبحانه وتعالى بقلب مضطر. فنقول من أسباب إجابة الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الدعاء باضطرار وإلحاح. من الموانع حصول وجود الشرك، وجود الذنوب والمعاصي، لكن لا يعني هذا أنه لا يسمع دعاؤه، لكن هذه لها أثرها في عدم حصول المطلوب، لها أثرها في عدم حصول المطلوب. لكن هل هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء العاصي؟ كلا، والعياذ بالله أن يرد إنسان عن الله جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى باب مفتوح لكل أحد. Yeah.